السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى فيديو اليوم يلقاكم باحسن الاحوال يا رب. فيديو اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم دونوت اللي كيجيو رائعين ولذاذين ومفشفشين. خليكم مع المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير غادي نحتاج 3 كؤوس ديال الدقيق، بالنسبه للكاس الثالث مع مرشي، كاس ديال الحليب، 2 معالق ديال السكر او 3 على حسب، معلقه ونص ديال الزبده، 2 ديال صفار ديال البيض، معلقه كبيره ديال الفاني، قبيصه ديال الملحه، معلقه كبيره ديال خميره الخبز. جبت هاد الزلافه هادي، دابا غادي نخوي فيها الحليب، ديك كاس الحليب والخميره وشويه ديال السكر، وغادي نحرك مزيان وغادي نخليهم حتى يتفاعلوا عاد نرجع معكم. هانتوما دابا بعد ما تفعلت لي الخميره على هذا الشكل هذا، دابا غادي نجيب واحد الاناء وغادي نخوي ديك الخليط في ديك الاناء، وغادي نضيف له جميع المكونات اللي سبق لي ذكرت لكم. غادي نخلط مزيان وغادي نبدا نضيف الدقيق بشويه بشويه، وانا كنخلط حتى نجمع العجينه. جمعت العجين على هذا الشكل هذا، غادي نرش فوق سطح العمل، غادي نرش شويه الدقيق وغادي ننزل لك العجينه وغادي نبدا ندلك فيها مزيان وعاد نرجع معكم. هاي العجينه بعد ما عجنتها مزيان غادي نكور على هذا الشكل هذا. عملت شويه الطحين في يدي باش ما تلصقش، كما كتشوفوا كتلصق العجينه كتلصق. غادي نعملها في ديك الاناء، غادي نرشه بالدقيق وغادي نخليها، غادي نغطيها، غادي نخليها تضعف الحجم ديالها ونرجع معاكم. هاي العجينه بعد ما خمرت لي مزيان كما كتشوفوا على هذا الشكل هذا، دابا غادي نزول هذيك السلوفان وغادي نبدا نخويها من ديك الهواء اللي فيها على هذا الشكل هذا. انا استعملت هذه باش ما تلصقليش في يدي. غادي نبدا نخوي من ديك الهواء وغادي ننزلها فوق سطح العمل، غادي نرشه بالدقيق وغادي نبدا نطلق فيها كيف ما كتشوفوا في الفيديو. Thank you.
بعد ما طلقت العجينه كما كتشوفوا، هذا السمك اللي خصني. دابا غادي ندوز للطبيع. بالنسبه للطبيع انا غادي نستعمل هذا الطابع، هذا اللي غادي تشوفوا ديال دونوت. نتوما يمكنكم تستعملوا هذا الدائره، تقبوا من الوسط شي دائره صغيره على حسب اللي عندكم. غادي نطبع على هذا الشكل هذا حتى نسالي الكميه اللي عندي ونرجع معكم نقليه. بعد ما سليت العجينه ديالي عملتهم في هذه الصينيه، فرشتها بورق ديال الفرن، عملتهم حتى يخمروا. غادي نغطيهم وغادي نخليهم حتى يتضاعف الحجم ديالهم. شوفوا متضاعف الحجم ديالهم ونرجع معاكم. في هذه المقلاة تخويت الزيت، تكون كمية تكون كثيرة شوية. غادي نخليها تسخن مزيان ونرجع معكم. هانتوما الدونوس ديالي بعد ما خمرو كما كتشوفوا على هذا الشكل هذا. دابا غادي نجيب واحد الطبيسل وغادي نعمل فيه ورق المطبخ وندوزو نبداو نقليو. هو الزيت بعد ما سخن كنزل فيه وحده وكنبدا نشوف واش سخن. دابا غادي نقص البوطه واحد شويه وغادي نخليهم يطيبوا. غادي نبدا ننزل دونوت وغادا نخليهم يطيبوا بشويه بشويه باش ما يتحرقوا لي شي ويطيبوا لي من داخل. كيف ما كتشوفوا كنزل دونوت وكيبدا يتحمر كياخذوا ديك اللون الذهبي، كنبدا نقلب حتى كيتحمروا عاد غادي نزولهم. هانتوما كتشوفوا بعد ما تقلى الدونوت ديالي
يجيو على هذا الشكل هذا. دابا ندوزو للتزيين. بالنسبه للتزيين غادي نحتاج الشوكولاته الابيض والشوكولاته الاسود بعد ما ذوبتهم، وغادي نحتاج هاد الحبيبات هادو. كيف ما قلت لكم دائما، كنقول لكم دائما تزيين اختياري، يمكن لكم تزينوا باي حاجه اللي عندكم. خليكم مع الفيديو. هذا الشكل النهائي الدونت ديالي. كنتمنى هاد الوصفه اليوم تعجبكم وتجربوها. الى عجبتكم ما تنسوا تشجعوني باللايكات ديالكم، وكذلك تخليوا لي تعليقكم وتشتركوا في القناه والضغط على الجرس باش توصلوا بجديد فيديوهاتي. شكرا على المتابعه، والى فيديو المقبل ان شاء الله. السلام عليكم.